الحلويات، هنا جيت نقدمكم الحلوى العيد اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اليوم جيت البنات نقدمكم الحلوى اللي معروفين بها الناس ديال تطوان والناس ديال طنجة، خصوصا نجد الشمال اللي معروفه كنقولوا لها الحلوى دبيان. اليوم جيت نقدم لكم بالطريقه اللي كانوا كيقدموها الناس دقبال، كيفاش كانوا كيقدموها، كانوا كيعملوا لها القرنفل. حنا كنا معروفين بهذه الحلوى دبيان بالقرنفل. دابا ملي تطورت الحاجه ولاو كيعملوا لها جنجلان وفاني والقرفه. مهم انا جيت نقدم لكم اليوم، هانتوما كتشوفوا البنات كيفاش كتجي مهششه، كتجي غزاله، كتذوب في الفم. وكنتمناكم تكملوا هذا الفيديو هذا باش غادي تشوفوا هذه الحلوه كيفاش كتجي. وهنا كنقول يا ربي دخل علينا العيد بالصحه وبالهنا ويحيد علينا هذا الوباء، ويا ربي ترد رمضان العام اللي ما جي وجبرنا باقي في الحياه، ونستقبلوه بالصحه والعافيه ويكونوا مزيانين ان شاء الله. نتوما كتشوفوا، كنتمنى تدخلوا معايا تشوفوا الطريقه ديال هذه الحلوى هذه ديال البيان كيفاش كتجي. هي البيان هو الكاوكاو البنات، الناس اللي ما يعرفوش. المهم انا في الطريقه ديالي شرحتكم التفاصيل من ان زد باش حتى نتوما كتجربوها. ونتمنى تشرفوني في القناه ديالي كاع الناس الجداد اللي دخلوا عندي، ولا الناس قدام اللي كنقول لكم تهلاو لي في راسكم. ونتلاقاو ان شاء الله سلسله العيد ان شاء الله مع الحلويات صفاء بيوتي بروكسل. يلا هذا البنات انا استعملت هذا البيان، هذا ما استعملتش البيان بالقشور، بامكان ديالكم تستعملوا البيان بالقشور. استعملت دالي 800 غرام جوج زلايف، داولي 800 غرام ديال البيان مطحون هو الكاوكاو. وهذا البيان اللي عندنا جوج زلايف ديالو، اذا بغيتي تعملوا كاس عملوا كاس، غير شنو هنايا في هذه الحلوه هذه بحال عندنا جوج ديال الزلافات ديال البيان، خصنا نعملوا زلافه ديال الزيت وخصنا نعملو زلافه ديال السكر. بما ان هاد الحلوه كتفند في السكر، غادي نعملو نص زلافه ديال الطحين ديال السكر باش ما تجيناش الحلوه حلوه بزاف. وهنايا البنات غادي عندي وزنت هنايا 850 غرام ديال الطحين. غادي نشوف واش غادي تدي لي 850 ولا غادي لي اكثر ولا غادي لي اقل. وهنايا الخميره غادي نحتاجو واحد المغروفه ديال الخميره باش الحلوه ما تفتحش بزاف وتطرطق. وغادي نحتاجو واحد البيطه، انا قلت لكم جيت نقدم لكم بالطريقه شحال هذه. هنايا غادي ندوزو دابا نخلطوا هاد المقادير هاد. هتشوفوا معايا هنايا غادي نبداو بزلافه ديال البيان، وغادي نبداو بزلافه ديال الزيت، وغادي نعملو هنايا حتى السكر. غادي ندمجو جميع العناصر معهم، وغادي نزيدو هاد البيطه هادي، وغادي نزيدو هنايا مغروفه كبيره ديال سيتو اسمه، وغادي نزيدو هنايا مغروفه ديال القرفه، مغروفه القرنفل ومغروفه ديال القرفه. هنايا البنات غادي نجمعو هادشي مع بعضيتو مزيان، عرفتي. وهاد القرنفل انا سما كيطلع، انا جيت نقدم لكم اليوم بالطريقه الاصليه ديال. حاولوا نجمعوا هادشي مزيان مع بعضيتو، معايا. انا مشيت كنعدل الحلوه في الويطات. هنايا الله عدل جوج الويطات، انا باقي كنكمل. اول حاجه البنات الحلوه بعدوها على بعضيتها حيت هي شي هي كتفتح، وعملوا لها غير هذا الحجم هذا حيت هي عاد كبر شويه. والطريقه ديال الطياب ديالها هاد الحلوه هادي، انا بالنسبه لي الفران كنعرف الحراره ديالو. بالنسبه لي انا الفران ديالي 180 سخون شويه، غنعمل لها 160 150، وغادي نعملها شي تحت، غادي نعملها في الوسط الفران ونرد لها البال، حيتاش هاد الحلوه هادي كتبان لك باقا ما طابت شويه، كتكون كتحرق من تحت. هاد الحلوه خاصها التكنيك في الطياب، يعني خصكم تعرفوا الفران ديالكم وكيفاش طيبوها. المهم انا غادي ندخلها الفران على فران مهل، وغادي نخليها طيب وغنخرجوها نخليوها تبرد شويه ونشاركوا معكم المرحله الثانيه. يلا معايا البنات شوفوا الحلوه، يعني غير تشوفوها تفتحت خليوها غير شويه وخرجوها، حيت هي ملي كتخرج من الفران كتزيد تحمر، كتعرفوا البيان كيزيد يتحمر. المهم ملي تخرج خليوها حتى تبرد مزيان، عاد فندوها في السكر. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي من تحت. المهم انا كنخليها حتى كتبرد مزيان، وكنعملها في الوسط الفران. هانتوما كتشوفوا كيف كتجي. دابا غندوزو نفندوها
البنات هاد العبار اللي عطيتكم انا، تقدروا ما تعملوا شي زلافه ديال البيان وزلافه ديال جوج زلاف ديال البيان، تقدروا تعملوا جوج الكيسان جوج لامبات ولا جوج لامبات العنب ديال البيان وزلافه الزيت وزلافه السكر، تقدروا تقسموا العبر. المهم انا غادي ندوز هنايا نفند هذه في السكر، تابعوا معي. وهذا هو الشكل النهائي اللي شاركته معكم في البدايه ديال الفيديو، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنقول لكم جربوها صراحه كتجي مزيونه. البنات اللي ما بغاوش يعملوا المقادير هذه كبيره انا شرحتكم في الاول، تقدروا تعملوا زلافه ديال البيان ولا الكاوكاو وتعملوا نص يعني كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر ماشي عامر، ثم غادي تلعبوا في العبر اللي خصكم. المهم انا كنقول لكم جربوها لان صراحه كتجي هذه الحلوه غزاله وكتجي هشيشه، والمقادير ديالها كنظن بسيطه وموجوده في اي بيت، اي واحد يقدر يعملها لان كما كنقولوا البيان ما كيتصايم يعني كي في متناول الجميع، اي واحد يقدر يجرب هذه الطريقه هذه. وكنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد مع حلويات العيد ان شاء الله، وكنقول لكم تابعوني باش تشوفوا الجديد الحلويات اللي غادي نوجد في هذا العيد هذا ان شاء الله، وكنقول لكم تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. سلامة، ما تنسوش البصمة البنات، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد الجديد ان شاء الله يا ربي.